ومعنا عبر سكايب من عمان الأستاذ المشارك في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات الكبيرة الدكتور إبراهيم الجراح. بداية صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. صباح النور، يعطيكم العافية جميعا. يسعد صباحك. بدنا نبارك لك بالبداية اختيارك ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرا في العالم بعلوم الحاسوب، وأيضا بدنا نبارك لصديقك الدكتور حسام فارس، فألف مبروك لكم هذا الإنجاز الذي نفتخر به كأردنيين. الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا على التهنئة، ويعني وشكرا على اهتمامكم على تغطية هذه المواضيع المهمة. يسعدك شكرا دكتور. جزيلا. لنتحدث عن الذكاء الاصطناعي. مفهوم الذكاء الاصطناعي انتشر في السنوات الأخيرة بشكل كثير كبير وأصبح واقع في حياتنا. كيف تطور؟ ونتحدث أكثر عن نشأة الذكاء الاصطناعي وإلى أين وصل الآن؟ بالنسبة أول شيء شكرا لكم على الاستضافة. بالنسبة للذكاء الاصطناعي أو ما يدعى بالارتفيشال انتليجنس، هو يشير إلى الأنظمة والأجهزة اللي بتحاكي الذكاء البشري، بيحاولوا إنهم يعني يعملوا الآلة محاكاة أو إنه شبيهة بالذكاء البشري لأداء المهام واللي ممكن إنها تحسن من نفسها استنادا للمعلومات اللي بتكون موجودة عندها. طبعا هو أحد أنواع العلوم الحديثة اللي بنتشر خصوصا حاليا على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، حتى أنه دخل في كثير من المجالات الصناعية والبحثية والطبية والزراعية، وعلى رأسها الروبوت والخدمات الذكية للحكومات والشركات. طبعا في أي استخدام الذكاء الاصطناعي هو بيعبر عن قدرة الحاسب أو الكمبيوتر أو الآلة الذكية على محاكاة العقل البشري من خلال التعلم بالأمثلة والتجارب، من خلال مثلا التعرف على الأشياء، فهم اللغة، الاستجابة إلها، مساعدة في اتخاذ القرارات، حل المشكلات، الجمع بين القدرات وغيرها من الوظائف اللي بتكون معقدة وبقوم فيها الإنسان. فهي تقريبا يعني هو طبعا نعم. أحد المحاور الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة. نعم دكتور، حدثنا أكثر عن أنواع الذكاء الاصطناعي. ربما البعض يعتقد أن الذكاء الاصطناعي واحد فقط، لكن هناك أنواع، فما هي هذه الأنواع؟ بشكل عام يقسم يعني جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي سواء كانت حقيقية أو افتراضية متوقعة في المستقبل إلى ثلاث أنواع، ونحن الآن في النوع الأول واللي يشير إلى الذكاء الاصطناعي الضيق أو النارو Artificial Intelligence. طبعا الذكاء الاصطناعي الضيق يشير إليه يعني بالنوع الوحيد صراحة حاليا اللي بيستخدموه في عمل الشركات وإلى آخره. فهذا النوع موجه نحو هدف واحد مصمم لإداء مهام فردية مثل التعرف على الوجه، التعرف على الكلام، المساعدين الصوتيين، قيادة السيارة زي الأوتو فيكلز، والبحث عبر الإنترنت. وهو ذكي للغاية في إكمال المهمة المحددة له وبتكون مبرمجة للقيام بها. وهذه الآلات تبدو ذكية لأنها تعمل في ظل مجموعة ضيقة من القيود، يعني فيكون عندك مجموعة من القيود، مجموعة من الكونسترينس بناء عليها. هذا الضيق واللي حاليا معظم التطبيقات مبنية عليه، لكن هناك نوعين متوقع الوصول إليهم اللي هو الذكاء الاصطناعي القوي أو العام، وهو يشار أيضا إلى الذكاء الاصطناعي اللي بيحاكي الذكاء البشري وسلوكيات الإنسان مع القدرة على التعلم تطبيق ذكائه لحل أي مشكلة، وأيضا ممكن أن يصل لمرحلة أن يفكر ويفهم ويتصرف بطريقة لا يمكن تمييزها كثيرا عن الإنسان. لكن نعم جميل دكتور، لكن بالتأكيد يعني مع هذه الأنواع للذكاء الاصطناعي، يعني قبل أيام 139 دولة وقعوا على أخلاقيات للذكاء الاصطناعي، وأي مصطلح بيطلع جديد أو أي شيء بيكون جديد دائما ما يكون له إيجابيات وسلبيات. لنتحدث أكثر عن إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي. هلا بالنسبة للإيجابيات للذكاء الاصطناعي، هو يقوم بحل مشاكل كثيرة لدى الإنسان، تسهيل العمل، أنه يقوم بالعمل الدائم، يعني هو ما بيتعب 24 ساعة، ممكن يكون أوتوميتد بشكل يعني مستمر. كمان يساعد على اتخاذ القرارات، يعني من خلال البيانات العملاقة اللي بتم تحليلها من خلال هذه الأنظمة، وبتم إعطاء سبورت أو دعم ل متخذ القرار. وأيضا هناك لها تطبيقات مهمة في الحياة اليومية من تقديم الخدمات، التخلص من الأعمال المتكررة، مثلا تقديم الرعاية الهيلث كير، الرعاية الطبية، قدرته على معالجة كم هائل من البيانات التي لا يستطيع الإنسان القيام فيها، وأيضا الدقة وتقليل هامش الخطأ، وهذا مهم جدا، وأيضا القيام بأعمال صعبة وتحمل المخاطر، خصوصا بعض الأعمال لا يستطيع الإنسان القيام بها، فيقوم بها مثلا نظام أو نحكي آلة مبرمجة بالذكاء الاصطناعي. فهذه يعني كثير من الإيجابيات. وأيضا
إيجابية أخرى أنه لا يحكم العاطفة، يعني يقوم ببعض الأعمال التي ممكن، مثلا الفحوصات الطبية، الأشياء التي ممكن أنه يكون الإنسان غير قادر أنه يعملها، مثلا يقوم بها نظام ذكاء اصطناعي. نعم دكتور، يعني تحدثت أنت عن مجموعة من المميزات للذكاء الاصطناعي، لنتحدث عن الأردن تحديدا، يعني أدرج الذكاء الاصطناعي كتخصص جامعي خلال الفترة الأخيرة، أين وصل الذكاء الاصطناعي بالأردن؟ وحضرتك دكتور في الجامعة أيضا، كيف ترى تخصص الذكاء الاصطناعي لكل الطلاب اللي ممكن بيسمعونا حاليا ومقبلين على التوجيه وبفكروا بتخصص جامعي؟ تخصص الذكاء الاصطناعي يعني يعتبر حاليا من، نحكي، من أكثر التخصصات، ومعه علم البيانات من أكثر التخصصات المطلوبة حاليا في العالم. في الأردن يعني تخطو الأردن بصراحة خطوات رائعة تجاه الذكاء الاصطناعي، من ضمنها اللي هي تقوم وزارة الاقتصاد الرقمي حاليا، أو قامت بعمل سياسي للذكاء الاصطناعي لتنظيم هذا العمل وتنظيم الشركات وتنظيم هذا التخصص بشكل كبير جدا. وأيضا قامت الجامعات بفتح تخصصات في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، بتقديم كوريكولم أو يعني خطط متميزة للذكاء الاصطناعي تركز على جميع مجالات التي تتعلق من البيانات أو الخوارزميات إلى آخره، بحيث أنها تحاول أن تصقل السكيلز أو المهارات لدى الطلبة، بحيث أنهم يكونوا جاهزين لسوق العمل. أيضا وزارة الاقتصاد الرقمي حاليا تقوم على ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وحاليا هناك يدرس بشكل كبير جدا للخروج بميثاق، بحيث أن الشركات والمؤسسات تلتزم به ويتم تطبيقه على جميع المنتجات التي يكون أو مبنية على نعم. الذكاء الاصطناعي. الأستاذ المشارك في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات الكبيرة الدكتور إبراهيم الجراح، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.